السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم من جديد. بس في البدايه خلينا نقول حاجه، لو مش مشترك في القناه يا ريت تشرفنا بالاشتراك في القناه وفعل جرس التنبيهات على كل عشان يصلك اشعارات القناه وتكون اول حد بيتابع معانا ملخص لاهم مباريات الجزائر. ولمشاهده البث المباشر للمباراه على الانترنت يمكنك الضغط على الرابط اسفل الفيديو. ومن المقرر ان تنطلق مباراه الجزائر ضد اوغندا على قناه بي ان سبورت القطريه في تمام الساعه 9 مساء حسب توقيت جمهوريه مصر العربيه والسودان وليبيا، وفي تمام الساعه 8 حسب توقيت الجزائر وتونس والمغرب، وفي تمام الساعه 10 بتوقيت المملكة العربية السعودية والعراق وقطر والكويت وفلسطين. عزيزي المشاهد، لمشاهدة المباراة على الانترنت يمكنك الضغط على الرابط اسفل الفيديو، ولا تنسى ان تكتب لنا تعليقا عن توقعاتك الشخصية في مباراة الجزائر واوغندا اليوم، وندعو كلنا قلبا وقالبا بالنصر للجزائر في هذه المباراة.